تسأل مجرب ولا تسأل طبيب، مش بس في ازاي خسوا، لا في ازاي بياكلوا وبيطبخوا. عندنا اتنين من الخبراء، الخبراء في الطبيخ، بس كل واحدة فيهم لها طريقتها. واحدة بتعمل أكل يتخن، واحدة بتعمل أكل يرفع. خلينا نسأل، أو الحقيقة ده فيه ظلم، التعميم ده فيه ظلم. كل واحدة لها طريقتها في صناعة الأكل. إحنا هنسألهم عن علاقتهم بفقدان الوزن، علاقتهم الشخصية، وعلاقتهم مع الناس اللي بتسألهم عن الوصفات، وصفات الأكل ووصفات الطبخ. اتنين من النجمات، بس نجمات الطبخ. الحلقة كلها عبارة عن العشر نصايح الدايت، ان شاء الله تسهل الدنيا معاكم جدا في موضوع الدايت. هيبقى كمان في الدايت اللي ساعدني على اني اخس 25 كيلو في 6 شهور. دخل دايما وجبات صغيرة على مدار اليوم في حدود ال 200 سعر، يعني التفاحة وجبة. الجسم ذكي جدا، مش معنى اني بقول قبل المغرب ناكل نشويات يبقى نكتر، لا. الاكل مزاج، مزاج في طبخه ومزاج تاني خالص في اكله. الحادق لازم يبقى حادق، والحلو طبيعي انه يبقى لايق، والدايت ماليش فيه. اتفضلوا عندنا. نجمتي قناة سي بي سي سفرة، غادة جميل وسالي فؤاد. أهلا يا غادة. أهلا يا غادة. أهلا يا سالي. أهلا يا غادة. اتفضل. اتنين من البرامج اللي بيحصدوا مشاهدة كبيرة جدا ومحبة كمان من الناس. بس احنا مش جايين مش في سي بي سي سفرة النهارده، احنا هنسمع حكايات عن اللي ما يتسماش، اللي اسمه الخسسان. اولا غدا جميل، ليه بتقولي الدايت ماليش فيه؟ ما بحبوش. فاشله جدا فيه. ايوه بس سالي ماليش دعوه بيها. ماليش دعوه بيها. ولا انا بحبه خالص، ولا انت بتحبي؟ حرام عليك. دايت ماليش فيه انا كمان. لا لا، ايه ده؟ شفتي كم بقى؟ كم كيلو يا سالي دلوقتي؟ دلوقتي حاجة وخمسين. بس انت خسيتي بس عن اخر مرة قابلتك فيها؟ يعني شوية صغيرين يمكن. طيب كل واحدة الاول تحكي لي كده تجربتها الحياتية مع موضوع الخسسان. انا عارفة ان كل واحدة فيك وعندها شوية حكايات لطيفة كده، هنسمعها وبعد كده ندخل في موضوع الاكلات. احكي لي يا غادة. لا انا اصلا كنت طول عمري رفيعة، يعني مش رفيعة بس كنت طول عمري جسمي مظبوط. يعني ما كنتش مليانة اصلا خالص، لحد ما سبت الرياضه. انا كنت بلعب فولي لحد ما كان عندي، يعني بعد ما اتخرجت كده بسنتين، وبعد كده عشان تقريبا كان جسمي اتعود انه يحرق كل يوم 8 ساعات في اليوم، كنت بلعب 8 ساعات. فلما بطلت بعديها بسنتين ابتدى جسمي يملا حاجه بسيطه. وبعدين كنت لما جسمي ملا تقريبا 4 كيلو خدت دايت، خدت دواء للدايت. هو ده انا، دي انا قبل ما ادخل سي بي سي سفرة. ده بس بعد ما اتخرجت بفترة، يعني بعد ما اتخرجت بسنتين. ودي وانا في الجامعة مع بابايا الله يرحمه. انا متخرجة من اعلام. اعلام ايه؟ عين شمس. بطلت رياضة بطلت رياضة، خدت دواء عشان اخس 4 كيلو بس. الدواء ده بقى بوظ حاجات كتير جوه جسمي. دي ايام الشقاوة جدا. دي واحدة ثانية طبعا. ايوه. لازم يحطوا في التترات في سفرة صورة غدا كده. سالي بقى ما بتطلعش صورها القديمة خالص. مقطعها كلها. صح؟ مقطعها كلها. ايوه كده. كام واحدة بوش بس كده. بس فلما بطلت الدواء ده اتمنع اصلا في الصيدليات. لما بطلته حاجات في جسمي حصل لها خلل. اتمنع الدواء ده؟ اتمنع. لانه هو طلع ان هو بيدمر اصلا خلايا الجسم. بس فابتديت بيأثر على المخ. فابتديت املى لحد ما يعني ابتديت اوصل سبت شويه، بخس بقى وبتخن، بخس وبتخن. بس من غير دايت، بخس وبتخن من غير دايت. ايه اصعب رجيم عملتيه؟
ولا ما عملتيش ريجيم ابدا؟ لا لا عملت، عملت اصعب ريجيم الكيميكال، لان بتخسي وبعد كده لو بطلتي في ساعتها، يعني لو انت قعدتي 7 ايام عامله الدايت ومثلا كان عندك مناسبه وكلتي بقى في المناسبه، انت بتتخني ضعف اللي خسيتيه في ال7 ايام. يعني لو الدايت ده بيخسسك 5 كيلو انت بتتخني 10 كيلو. صعب الكيميائي ده اللي هو بتاخد تاكل نوع واحد لمده 3 ايام او لمده اسبوع، يعني ده قاتل بقى، ده بيخسس ويفرح الواحد وبعد كده. بس اول ما بناخد اول قطمه 10 كيلو، يعني لو هو بيخسس 5 هو 10 كيلو على طول. انت خسيتي فيه كام كيلو ورجعتيهم كام كيلو؟ خسيت ال7 كيلو. في ناس واضح ان انت منهم، اللي هو فكره تبقى الرجيم والحسوكه في الاكل والهيلثي وكده ما بياكلش معاه، يعني حتى انت في البرومو تقولي والدايت ماليش فيه. ما ليه بقى؟ يعني بتحسي ان لا مش كده، انا شايفه ان البني ادم ممكن ياكل كل حاجه بس بنسب معينه، يعني انا اكلي مش هيتخن لو اللي كله كل منه مثلا 3 معالق خلاص، يعني 3 معالق مثلا لو هنقول مثلا هعمل ماش بوتيتو وجنبيها بيكاتا، لو خدنا قطعه لحمه وجنبيها 4 معالق ماش بوتيتو واتغدى بيهم خلاص، هو هيتخن ليه؟ يعني ايه اللي هيتخنه عشان كان ال4 معالق الماش بوتيتو؟ انت بتقولي الكميات، لو الواحد قال الكميات خلاص هيخس. الواحد لو الواحد قال الكميات اكله بس بياكل اللي هو عايزه بس بكميات قليله وما تعشاش بالليل خلاص، هو اصلا مش هيتخن. الناس بتوع برامج الهيلثي اللي زي سالي دول ما ياكلوش معاكي خالص؟ لا ما احبش الاكل، يعني حتى التشيكن سيزر سالاد اللي باكلها لازم تبقى الفراخ متشوحه كويس، يعني ما تبقاش مع ان بالعكس يعني الفراخ هي قله الفراخ، الفراخ من الحاجات اللي متشوحه دي، ده دايت، لكن المشكله كلها في الصوص السيزر، صوص السيزر، صوص السيزر ده اللي فيه سعرات عاليه جدا. طيب لو انت فكرتي كده في نوعيه الاكل اللي انت ممكن بتعرفي تحضريه وانت كمان، ايه اكتر اكله شايفين ان هي بتتخن؟ يعني انتوا عارفين وانتوا اللي بتحطوا المكاييل، كلها تفكر وتقولي. الغريبه، الكحك، الحاجات اللي عباره عن دقيق ابيض مع سمنه او مع زبده، الخلطه دي الجسم بيحولها على طول، يعني وزنها كده ما بينزلش. يعني اكتر من الجاتو والتورته؟ اكتر تقريبا، لان هو اصلا هي جاتو والتورته برضو عباره عن دقيق متهيألي صح؟ اكيد اكتر على حسب مقاسها طبعا. بس هو الدقيق والايه والدهون، فعلى حسب وسكر. الجاتو ممكن الجاتو يكون معمول بكريمه، كريمه لباني، فدهونها اقل من السمنه ومن الزبده. فهي الغريبه والكحك ما بينزلش من الجسم، الواحد ياكله كده يبقى عارف وزنه زدناه على الميزان على طول. انت ايه اكتر اكله بتعمليها الماش بوتيتو اللي بتبقى محشيه، بيبقى فيها جبن كذا نوع جبنه، فسعرات حراريه بتبقى عاليه. بس في ناس بتكلمني تقول لي انا عايزه اعمل لازانيا زي اللي بتعمليها بالظبط بس تبقى سعرات حراريه اقل، اقول لها استخدمي مثلا سكيم ميلك، اللحمه المفرومه لو انت بتعصجيها ما تحطيش فيها زبده، حطي الصلصه. يعني الاكلات كلها اللي انا بعملها ممكن الواحد يعملها بس بطريقه سعرات حراريه اقل شويه. واحده فيكم، اي حد فيكم راح لدكتور تخسيس؟ انا مره قبل ما ادرس مره واحده. مره واحده وما رحتيش تاني للدكتور ليه؟ رحت له هو دكتور مشهور جدا، ورحت له طبعا، انا مش بنقد اي دكتور بس يعني دي كانت تجربتي انا الشخصيه. رحت له وانا بقى داخله وعايزه اسال بقى، يعني عايزه ابتدي بقى اسال واشوف وبتاع واتكلم معاه، لقيته على طول ولا كلمه تسمعي اللي انا بقوله، تعملي كذا كذا كذا. طب يا دكتور سؤال بس، ولا كلمة على طول في ثانيتها. يروح مكمل القصيدة، جيت على الآخر نسيت كل الأسئلة طبعا. رحت واخدة الورقة اللي هو مديهاني وطالعة ما عملتش ولا حاجة منها. ليه نصحى الصبح ناكل 3 معالق فول عليهم مش عارفة قد إيه، والظهر ناكل ربع مش عارفة إيه ليه؟ يعني الواحد يقدر يفهم القصة ماشية إزاي، جسم بيخس إزاي ويعمل اللي هو عايزه. لا وكل واحد عارف جسمه إيه اللي بيخسسه، يعني كل واحد عارف جسمه. أنا جسمي مثلا عارفة إيه اللي بيتخن، ايه اللي بيتخني كغاده وايه اللي بيخسسني كغاده. ايه بقى؟ انا انا اللي بيتخني الاكل بالليل، لو بطلت اكل بعد الساعه 6 ببقى. ده كل الناس. ده كل الناس على رأيك. لا بس انا فعلا هو ده اللي بيخسسني، لو ما كانش بعد الساعه 6 لمده، لو التزمت لمده شهر لا خلاص ببقى واحده بس. تعرفي بقى ان انت لو كلتي بالليل حاجه معينه انها تخسسك جدا،
زي الزبادي بالليمون. الزبادي بالليمون ده جالي انا اكتشفت كل الناس حواليا بتعمله. استنوا بس، الزبادي بالليمون بس عماله تضحكي يا بنتي اسمعي. انا اكتشفت ناس، كان الناس كلها حواليا بتعمله، المخرجين وكل الناس اللي بيشتغلوا، لقيتهم كلهم خاسين كده ومحلوين و يعني بالزبادي بالليمون. في انتوا زبادي بالليمون ليه؟ كله في ناس برضو بيبقوا حلوين برضو من غير زبادي وليمون. لا بيدي تكه زياده بجربيها. ايه بقى الزبادي بالليمون؟ الزبادي بالليمون قبل النوم لو الواحد اخده على معده فاضيه بيحفز. أيوة يعني ايه بالليمون؟ عصير ليمون يعني؟ لا عصر ليمونيه، نص ليمون. لا مش ليمونه كامله هيتعب المعده. يعني عصرة نص ليمونه كده او نقطتين، مش لازم يعني لو كتير بيتعب. الليمون مع البروتين الخفيف اللي هو الزبادي. زبادي لايت ولا عادي؟ يفضل لايت. لو الزبادي اللايت عليه عصرة الليمون دي الواحد يخش ينام، وخصوصا قبل الساعة 11 بالليل، من 11 بالليل للساعة 2 بالليل في هرمون اسمه الجروث هرمون بيشتغل بكفاءة جدا من الزبادي ده بالليمون، وبيساعد على حرق الدهون بتوصل ل 80 جرام في الليله. طبعا كل شخص مختلف. ايه اللي انت بتقولي ده؟ لا بشكل جامد. طيب معلش لحظه واحده، الزبادي بالليمون يعني وهو زبادي لايت لوحده ما يمشيش؟ لازم عصره الليمون دي اللي بتفرق في الموضوع؟ بيساعد على امتصاص البروتين اللي جوه الزبادي. قالت لك 80 جرام في الليله يا غاده. صافي، عارفه زي بار، كانك بار الشوكولاته. بار الشوكولاته، شوكولاته 100 جرام. تخيلي تقريبا كل يوم بتخسي بار شوكولاته كده. والله والله هايل. هتجربي تقولي لي يا غاده؟ على معده فاضيه ده بقى يعني مش معده فاضيه، يعني الواحد يبقى بعد يعني ده العشاء يعني؟ ما هو لا، ما هي الفكره بقى ان كل الناس فاهمه. ايوه اسالي يا غاده معايا، ركزي واسالي اسئله. ليه انا اللي هعمل الدايت ولا كلنا عايزين نفهم؟ بعد الساعه 6 ليه ما ناكلش خالص؟ لا نقدر ناكل، بس بروتينات مشوي، انواع جبن بس تكون قليله الدسم. احسن حاجه المشويات، الاسماك ده احسن حاجه، ممكن بيض، اي بروتين ناكله بالليل ما فيهاش اي مشكله بعد المغرب. وبعد كده على طول يعني قبل ما انام على طول اقوم واكله الزبادي دي بقى يعني يا ريت على معده فاضيه وانا داخله السرير خلاص اقوم واخداه. هتحسي بقى، مش بس هتخسي، هتصحي الصبح نشاط فظيع حيويه، مع يعني في خلال اسبوعين هتحسي الواحد صغر سنا. من الليله دي زبادي بالليمون بيتهيألي كل هيتعامل يعني. هتشوف. طيب انت حكيتي عن تجربتك مع الدواء ودواء ادويه التخسيس، وقلتي ان كانت تجربه سيئه، تجربه سيئه جدا، وغيرت لك حاجه في الميتابوليزم عندك. بالظبط كده. ومن ساعتها ما جربتيش ادويه التخسيس خالص؟ لا. طيب غاده جميله، انا هخلي ساري تقول 10 نصايح بتوعها اللي هم يعني بقوا مشهورين جدا، انت بقى تسالي فيها كاي مواطنه. أوكي. يعني هي لما تقول حاجه، ما هو في حاجات ممكن مش بس يبقى عندنا عليها اسئله، انما تحفظات يعني مش فاهمين ده عمليا يبقى ازاي، فهي هتقول وانت تسالي. اتفضلي يا استاذه. اول حاجه بنصح بيها هي ابسط حاجه، ان احنا النشويات نبتدي بيها، بس نفضل نقلل لغايه المغرب، وبعد المغرب نوقف النشويات. لا بالتفصيل عشان نفهم، يعني الصبح ناكل ايه من النشويات؟ ناكل عيش ومعاها جبنه مثلا؟ تقدري تاكلي عيش نص رغيف، بس كل ما تقللي كل ما احسن، علشان الجسم كل ما بتقللي النشويات بيبقى في حاله حرق احسن كتير جدا. فمش بقول ما نحرم نفسنا، لا تاخدي مثلا ربع رغيف خلاص، وتاخدي ربع رغيف مثلا. لا يعني بس انت تقدري تاخدي بقى هي بس انت تقدري تاخدي قصادها حاجات كتيره يعني. مش هقول منطقي على فكره يعني. ما انا هقول لك هو بس النشويات اللي بحاول ان انا اقللها علشان بتخلي حاله الجسم في حاله تانية. يعني مثلا هشرح لك، لو خدتي معلقه سكر او معلقتين سكر بيدخلوا الجسم في حاله عدم حرق لمده ساعتين. معلش يا سيدي، انا اسف، انا اسف يا سيدي، معلش بس هي كلام ايه؟ ربع رغيف دي يعني ايه ربع رغيف؟ يعني ما فيش مشكله، ده يتساوى مع انك ما تاكليش خالص، يعني ده ما يفرقش كتير عن انك ما تاكليش خالص. او اجيب، انا بقول لك لو عايزه يجيب معاكي نتيجه اعلى يبقى ربع، هي النشويات بس اللي تحاولي تتحكمي فيها. يبقى حاولي تاخدي على قد ما تقدري، ماشي عايزه نص رغيف مش مشكله، بس قصادها بقى ممكن تاخدي بقى، مش هقول لك تاخدي 3 معالق فول، لا خدي زي ما انت عايزه، خدي بيض زي ما انت عايزه، خدي جبنه زي ما انت عايزه خلاص. بس اهم حاجه تتبعي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، تقومي بتلت معده. اوكي خلاص ماشي. تلت معده دي الرسول قال كده، انت بتحرجيها يعني عليه الصلاه والسلام. ده ديننا قال كده يعني. لو مشينا فعلا بس على اللي ديننا قاله هتفرق معانا كتير جدا. دي يعني ابسط الامور.
بصي جابتني في الركن في الكورنر كده. الدين بيقول كده. ده الاساس. على فكره ده مش رجيم، ده احراج. الدين بيقول كده. فانت قللي بس من العيش في وجبه الفطار، لكن قصادها خدي اللي انت يعني زي ما بقول لك، بيض، جبنه، فول، عايزه تقطعي بقى. بس ما ينفعش مثلا اخد بيض مع جبنه يعني، احدد كل مشكلة. يوم مفيش مشكله. هو بس اللي تحاولي تقلليه العيش، لكن تاخديه بال. طيب لو حد مش عايز ياكل عيش بلدي، في ناس ما بتحبش عيش البلدي، عايز تاكل عيش فينو، ياكله مكان، يحط مكانه التوست اللي هو الدايت ده اللي هو البراون بريد، ممكن. مفيش مشكله، لكن كل ما رحنا النوعيه الغامقه احسن، علشان ما ترفعش سكر الدم بس. نيجي بعد كده ناكل مثلا بعد الاكل، بعد الفطار بشويه، ثمره فاكهه. خلاص. نيجي بس بعد الاكل بحوالي 3 ساعات، ما يتاكلش الفاكهه مع الاكل. نيجي بعد كده على الظهر تقدري تاكلي اكلي انا بقى. بتحبي البقوليات؟ البقوليات باشكالها؟ مش بطلع. يعني احنا مثلا عندنا الكشري، زودي فيه العدس. العدس يعتبر من البقوليات، والصلصة. وزودي حطي معاه حمص والصلصه حلوه جدا، بس حاولي تقللي من الرز. هو التكه في النشويات، في الرز والمكرونه، مش هقول لك ما تاكليهاش خالص. يعني والمكرونه لو اتاكلت صح. قللي برضو في المكرونه. انا الرز هنقلل في المكرونه وفي الرز. ونكتر في الحاجات الوحشه، العدس. ليه وحشه بس؟ انا شايفه ان انتوا لازم تقدموا حلقات خاصه كده مع بعض، يعني يبقى في حلقه في سي بي سي سفره كده كل شهر كل اسبوع، انتوا الاثنين تطلعوا كل واحد يعني تاخدوا وتدوا مع بعض كده. ايوه العشر نصايح قلتي اول حاجه نقلل. اول حاجه هي زي ما قلنا النشويات نقللها لغايه ما نقف عند المغرب، بعد المغرب ناكل ايه بروتينات اكتر. وفي على فكره حلقه مثال للعشر نصايح، يعني ازاي نتبع العشر نصايح في يومنا. في مثال موجود على اليوتيوب. طيب ايه بعد كده؟ نقسم وجباتنا، نحاول نقسمها على مدار اليوم عشان نطمن جسمنا ان احنا بناكل، لان احنا لو ما اكلناش يعني مثلا زي فتره الصيام مثلا، نيجي ناكل وجبه واحده في الاخر اللي هو على الفطار. في ناس ما بياكلوش السحور مثلا، ده غلط. فالجسم بيبقى عارف كويس جدا انه محروم، وهيجي عند الوجبه دي بس اللي هياكل فيها، فبيبقى في حاله اختزان اكتر، ما بيبقاش في حاله حرق طبيعيه. فاحنا مش عايزين نخلي جسمنا في الحاله دي، لا، يبقى دايما مطمن ندخله طول الوقت اكل، فبالتالي بيحرق. لكن نحاول تبقى وجبات صغيره في حدود ال 200 سعر، يعني على قد ما نقدر. يعني انا مش ما بقولش نجيب بقى الليسته ونقعد بقى بالظبط، بس على قد ما نقدر تبقى وجبات صغيره. برضو النوعيه بتفرق على فكره، يعني مش لو كلت موزه ب 100 سعر زي لو كلت بار شوكولاته او جاتوهيه زي بعض. أكيد. الموزه بتتحرق في الجسم، لكن الجاتوهيه دي ما بتتحرقش، بتتحول لدهون. فدي معلومه مهمه جدا. ايه كمان؟ نقسم البروتينات على مدار اليوم. كل ما اكلنا بروتينات على مدار اليوم بنحس بحاله شبع. كل ما زودنا من النشويات بنحس بحاله جوع. يبقى نشويات عالي، كلنا نشويات كتير، يعني كل شويه مثلا كوبايه شاي بسكر، كلنا ساندويتش عيش ابيض، بعدها بساعتين كلنا اي حاجه صغيره، رمرمه صغيره فيها سكر، تاني الشاي. اصلا يعني الشعب المصري بيحب طيب الشاي جدا. الشتاء بقى كل شويه هنلاقي الشتاء الواحد فعلا بيبقى جعان جدا طول اليوم، هنعمل ايه في العشر نصائح؟ يعني في ما النص لو نقعد ناكل ايه؟ العشر نصائح مش هتجوعي، ما هو ده اللي بقوله. لا يا سامي كل ما مش كده. لا المعلومه دي غلط. اتفرجتي على العشر نصائح؟ لا جربتي العشر نصائح؟ لا ما تجوعش، دي غريبه. الواحد لا الواحد طبيعي في الشتاء لازم الجسم بيبقى عايز يختزن دهون اكتر عن الفترات العاديه، لكن لما تاكلي بروتينات على مدار اليوم الجسم بيبقى في حاله شبع اكتر عن لما تاكلي نشويات. يعني دي ميزانيه ثانيه، يعني اللي هيعمل بقى العشر نصايح هيبقى محتاج ان هو يبقى عنده ميزانيه ثانيه غير البيت، ان هو يفضل طول اليوم بس ميزانيه ثانيه. انا قادره افهم سؤالك كربه اسره، نمط ثاني من المشتريات. يعني هي البيت اللي بيبقى فيه اطفال وبيبقى فيه يعني بتبقى المشترياتك الخضار البروتين الكربوهيدرات تبقى طريقه، واللي بياكل هيلثي بتبقى مشترياته مختلفه. انا قادره افهم سؤال غاده يعني. تقصدي ان البروتينات مثلا اللحوم هيبقى كتير؟ لا يعني انا مش بشجع اللحوم الحمراء كتير. ماشي الفراخ، يعني انا مثلا كده انت ممكن تخليني اكل في اليوم كيلو لوحدي؟ لا ما استني بقى كويس انك سالتي السؤال ده جدا.
بالنهار فول، صبح فول، ده من البروتينات الحلوه جدا. تمام. الظهر بقوليات، البقوليات رخيصه، لوبيا، فاصوليا، عدس بجبه، عدس، كل الحاجات اللي الشعب المصري بياكله قليل. كل حاجه الشعب المصري بياكله عادي جدا من البقوليات، الحمص، الحلبسه بتاعتنا دي بتخسس، دي حلوه جدا. من الحاجات اللي بتخسس والله. الحمص الشام بيخسس حلو جدا. الفشار من الحاجات على فكره اللي بتخسس، بس من غير زيت بيقولوا لازم يتعمل. معلقه زيت، ما مش انا بعمل فشار بالزبده اصلا، ما بعملوش بالزيت. ماليش دعوه بالزيت خالص. مفيش مانع على فكره لو معلقه زبده صغيره على الفشار. مكعب، مكعب زبده بعملها على فكره، مش مشكله. انت بتقولي انه في نمط حياه بتفاصيل كده صغيره هي اللي بتفرق، مش فكره ريجيم غذائي. شاي بالليمون مثلا بعد الوجبه، دي حاجه بسيطه يعني. الـ احنا بنحب نشرب شاي كتير، صح؟ الشاي الاحمر بتاعنا او حتى الجرين تي، الشاي الاخضر، بعد الوجبه بنص ساعه لو الشاي ده، بس ما نحلوش بسكر، يبقى سكر دايت وعليه برضو عصره الليمونه، بيساعد جدا على تخسيس البطن كمان. الحقيقه انه غاده جميل وسالي فؤاد مفيش حد يختلف ابدا على انه اكلهم بجد حلو. يعني انا دقت هنا ودقت هنا، الاثنين اكلهم حلو، بس مدرستين مختلفتين تماما في الطبخ. مشاهدي سي بي سي سفره محظوظين ان هم بيقدروا يشوفوا الطبيخ اللي بالزبده والطبيخ اللي بزيت الزيتون او الهيلثي. بتمنى لكم انتوا الاثنين الصحه والنجاح على شاشه سي بي سي صفر. شكرا جزيلا غاده جميل وسالي فؤاد. بدات انفش انفش انفش. اتعلمت من جدتها الخياطه. يعني جيت في عيد كده ما نزلتش من بيتنا بسبب الموضوع ده. ايه اللي بتعمليه ده يا شيماء؟ في لحظه كده قدام المرايه وابقى متضايقه، ليه كده؟ ما اروح اكل بقى، انا باكل بناء على طلب الجمهور. هو ينفع يعني، ينفع اتشال مثلا في مشهد يعني. لو في بقى شوكولاته في البيت ما نمش زي المدمن. مش عايزه جيبونا، انا عندي جيبونا جاي شبه محمد حماقي. بس عموما هو حماقي لسه ما رجعش لمراته الاول يعني. انا عارفه كل الحلقات.